أول حاجة هنعملها هنعمل كيك معمولة من عصير الجوافة. هنحط البيض أو صفار البيض والسكر ونضربهم حاجة بسيطة خالص مع بعض. بعد كده هنزود عليهم الزيت وفانيليا ومية. وعندنا كمان بش ليمون. بعد كده هنزود المقادير الجافة، الدقيق وشوية ملح والبيكنج باودر ونخلطهم مع بعض. هناخد العجينة دي ونقسمها على ثلاث بولات لأن احنا هنعملها بثلاث أنواع فاكهة. عندنا الجوافة وأناناس وكيوي. ممكن نعملها بطعم واحد لو عايزين، بس كده بيبقى الطعم لذيذ ومختلف في كل قطمة الواحد بياخدها. وهي دي الطريقة التقليدية لعمل الكيك ده، إن هما بيستعملوا الفواكه الاستوائية لكل طبقة من طبقات الكيك. هقسم العجين على الثلاث بولز بالشكل ده. احاول اخليهم متساويين على قد ما اقدر. واجيب سباتشيلا كمان. وهحط عصير الجوافة مع أول واحدة، عصير الأناناس مع التانية، والكيوي مع التالتة. وأقلبهم مع بعض. بالشكل ده. ممكن نلونهم لو عايزين، نخلي الجوافة شوية على لون بينك لأن الجوافة الاستوائية بيبقى لونها بينك مش أبيض زي الجوافة بتاعتنا. والكيوي متهيألي هو عاطي لون أخضر حلو كفاية. نجيب لون ونحط للجوافة لون بينك بسيط كده خالص.
ونقلب علشان نشوف اللون. وبعدين دلوقتي هنضرب بياض البيض لوحده. احنا فصلنا البيض زي ما احنا فاكرين، كنا حاطين صفار البيض بس هو اللي في العجينة اللي في البولز. ودلوقتي نحط البياض ونضربه شوية في الأول لحد ما يبقى هش، وبعد كده نبتدي نضيف له السكر شوية شوية. هنحطش السكر كله مرة واحدة، هننزله شوية شوية. احنا عايزين بياض البيض مش مضروب ناشف لحد ما ينشف، عايزينه يكون طري soft peak، يعني مش hard peak. وهنبتدي نوزع على الثلاث بولات اللي عندنا. وبعدين هنبتدي نخلط براحة خالص folding بالشكل ده، والتالتة نفس الشيء. وبعدين هنجيب صواني عملناها بالدقيق والزبدة، ونحط في كل واحدة اللون المختلف والطعم المختلف. ودلوقتي هندخلهم الفرن على 160، وهياخدوا حوالي 10 دقايق لربع ساعة ويكونوا جاهزين. هنعمل ويبينج كريم او كريم شانتيه، هنضربه بشويه سكر وفانيليا، وكمان هنعمل حاجه زي الجليز معموله من عصير الجوافه علشان نزود طعم الجوافه اللي في الكيك. هنحط كل المقادير فوق بعض، ده عصير جوافه فانيليا شوية ليمون علشان يبين طعم عصير الجوافة أكتر، مية ملح زبدة صفار بيض ونشا. هاخد بس شوية من ده أدوب النشا فيه قبل ما أحط النشا كله هنا. يفضل النشا احنا دايما ندوبه الاول قبل ما نضيفه على اي سائل عشان ما يكلكعش. ونحط دلوقتي النشا، ونبتدي نقلب. اول ما يتخن معايا واللي هيتخنوا طبعا النشا اللي احنا حطيناه،
حقسمه على ثلاث بولز وابتدي الون كل واحد فيهم بلون زي الوان الكيك اللي عملته، واحد اخضر، واحد اصفر، واحد بينك، لحد دي ما تبتدي تغلي وتوصل لدرجة الكثافة اللي أنا عايزاها. أبتدي أحط الكريمة والسكر البودرة والفانيليا في الخلاط علشان تكون جاهزة إن أنا أزوق بيها الكيك بتاعي بعد ما الجليز ده ما يخلص. وبكده الجليز اللي معمول من عصير الجوافة جاهز، وهنحطه في البولز، هنقسمه على ثلاث بولات. ونبتدي نضرب الكريمة. هنزود السكر البودرة ونضربها شوية كمان، يدوب السكر بس يختلط معها. اوكي كده الكريمة جاهزة. ده شكل الكيك بعد ما بيتخبز، وده الجليز بعد ما زودنا له لون. نحط الكريمة ونبتدي نحط الكيك بالشكل ده، ونجيب شوية كريمة نحطها في النص. الأخضر في النص عشان يبقى هو فارق ما بين اللونين التانيين، لأن اللونين تانيين قريبين شوية من بعض. ونحط آخر واحدة. ونبتدي نزوقها. أنا مش هغطي الجناب، هخليها كده وهقسمها من فوق ثلاثة بالشكل ده، وأجيب معلقة وأبتدي أحط الجليز ده في الجزء ده. وده هنا.
والأخضر في النص.